مشاهدينا، نقلنا إلى حضراتكم مؤتمر صحفي في ختام القمة الأوروبية الإفريقية في دورتها السادسة المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك في لقاء جانبي خلال القمة الأوروبية الإفريقية. كما التقى الرئيس السيسي الرئيس السنغالي ماكي سال خلال القمة الأوروبية الإفريقية. هذا والتقى الرئيس السيسي بالرئيس النيجيري محمد بوهاري، وذلك خلال القمة الأوروبية الإفريقية. كما التقى الرئيس السيسي بالرئيس الكيني خلال القمة الأوروبية الإفريقية.